حلو. طيب مروان احنا شفنا صوره يعني موديل محترف ماشي، ما يبانش انه عنده سنتين ولسه صغير جدا، ازاي بتتعاملي معاه؟ ازاي بتعلميه ان هو يقف وقفات معينه للتصوير؟ اكيد هو عنده الموهبه بس اكيد كمان محتاج اللي ينميها او يساعده عليها، وهو خصوصا عنده سنتين. هي بتيجي كده يعني، احنا طول ما انا متفاعله معاه وبصوره باستمرار هو مش هيفصل، لكن لو انا فصلت اكيد الموضوع هلاقي برضو فيه صعوبه بعد شويه يعني. طب كواليس التصوير نفسها كانت عامله ازاي؟ يعني احنا شايفين الصور طالعه حلوه جدا، ورا الكواليس بقى مروان كان عامل ايه؟ في شقاوه شويه. بس كان بيستجيب بسهوله. لا بيستجيب اول، يلا هنصور خلاص تمام، يضحك عارف ان احنا بنلبس عشان نتصور يعني. اوكي. بابا. طيب عايز اعرف منك برضو ردود فعل الناس على جلسات التصوير لمروان تبقى عامله ازاي؟ لا بلاقي دعم كبير جدا وتفاعل حلو قوي يعني. انا كتبت النهارده ان احنا هنطلع في البرنامج، لقيت تفاعل شديد قوي على صفحه مروان على الفيس، ان كلهم منتظرينه وكلهم بيحبوه واحلى ابتسامه صباحيه صراحه، احلى ابتسامه فعلا. ما شاء الله. طيب اسراء يعني قولي لي برده تجربه انه يكون عندك ابن من متلازمه داون، فرقت معاكي ازاي في حياتك؟ هي فتحت نطاق تفكيري جدا يعني. انا ازاي بقى؟ عالم انا ما كنتش اعرف عنه اي حاجه. عمري في حياتي يعني متلازمة داون دول انا يعني اعرف من بعيد، لكن انا دخلت ما تعرفيش معلومات عنهم او تفاصيل خالص او كده. لقيت لا في كتير في المجتمع بس مهدور حقهم شويه، في ان يعني نظره المجتمع ليهم مش قد كده. يعني كتير لو يسالني حد يجي يسالني ابنك عنده ايه اقول له متلازمة داون يعني ايه؟ فما حدش عارف. فحبيت استغل الاكونت بتاعه بالتوعيه. ولقيت برضو ان في امهات كتير بتراسلني عشان خاطر تشوفني انا عملت ايه مع مروان ومشيت معاه الطريق ازاي عشان يستفيدوا. ودي حاجه بصراحه انا حباها ان انا اساعد الامهات، لان انا كنت في وقت برضو محتاجه حد يساعدني وقتها. طيب اسراء زي ما في ردود فعل ايجابيه ودعم من ناس كتيره جدا بتتفهم التحدي والنجاح، في برضو يمكن ردود افعال بتبقى سلبيه محبطه شويه، بتبقى بتحاول تهدم الشخص اللي قدامك. هل يعني مروان او انت تعرضتوا لاي نوع من انواع التنمر او المضايقات سواء على السوشيال ميديا او من خلال نشرك لجلسات التصوير؟ لا الحمد لله، انا يعني لغايه دلوقتي كل التفاعل مع مروان بيدعموه. يعني انا شايفه ان قوه طفلي من قوتي، لو انا كنت ضعيفه او ان انا مثلا ما يعني ما حبيتوش من اول لحظه والناس شافوا ده، مش هيكون رد فعلي كده. صح صح، برافو عليكي.